الترجي الذي توصي في مواجهه شبيبه القيروانيه في لقاء دون رهان بالنسبه لزوج فرق، لقاء كان احتفالي بالاساس للترجي بالبطوله 28 في تاريخه، لكن ورغم رفع عقوبه الويكلو فان الجماهير ما كانتش حاضره بالاعداد المنتظره في مدرجات رادس. عليه يكون استاد فارغ كي لازم نحتفلوا مع جمعيتنا ونفرحوا والحمد لله. اوكي احنا ضد اللي صار وكذا ومنهم على الكورفا، لكن زاد عندنا زاد جانب اسمه ترجي الريادي التونسي. انا بصراحه معناها مع الكولفر اللي قاطع الماتش كما زي ماتش احتفالي، معناها تصور كان جيو نحتفلوا بالبطوله، معناها الجوالات تبدا مع الجمهور خير. ترجي جمعيه كبيره يعني في افريقيا وفي الوطن العربي، يعني خاطرك الناس كلها تحبها نصور، مش في ليبيا بس، في كل الدول العربيه وفي تونس اكيد. المقابله انطلقت متاخره بنص ساعه بعد الوصول المتاخر لحافله الشبيبه لرادس، وصول قبل بربع ساعه من موعد انطلاق اللقاء، والسبب رفض الملاعبية التنقل من النزل للملعب قبل الاتفاق على تسوية وضعيتهم المالية. الجمعيات كل عندها ماديات، من احنا الشيء اللي بالحق خلانا ديما نقرف وديما معناها ندخلوا في المشاكل مع المسؤولين هكا، كونوا معناها الوعود ديما معناها من اول عام ونحن يقعدوا فينا وباش تاخذوا باش تروحوا. السيزون فات السيزون فات هكا، واللي عنده حاجة يشكي، واللي ما عندوش يمشي يتفاهم الاميابل معاهم، ما عندكش حتى حل اخر. اليوم ما عندهم حتى وسيلة باش يوصلوا صوتهم للوزارة، يوصلوا صوتنا بصفة خاصة، لأنه جات معلومة أنه أكثر الجمعيات الرياضية الكل اللي في تونس أخذت المنحة نتاع الوزارة إلا القروان. الهيئة ما عندهاش كارنيه شيكيات، ندفع في الشيكيات بيرسونيل نتاعي، ندفع من مالي الخاص، عندي مستحقات كبيرة نحبها من النادي، دفعت المرة الأولى الثانية الثالثة. بصراحة أنا قاعد نخدم وحدي، أنا رئيس جمعية، أنا رئيس فرع، أنا العضو، أنا المسير، أنا المرافق. اليوم بمني حتى في بالكم الناس كل اللي حياتي الصحية ولات ما عادش تسمح بالتسيير، وبصراحة معناها من المنبر هذا نقول اللي وداعا للتسيير في الشبيبة الرياضية القيروانية. اليوم نحب نوضح الناس الكل اللي دخلت في الرياضة أحزاب سياسية، نحن كنا نقولوا قبل ما حشنا بشيء، ما حشناش بالسياسه، ادعوا انه مش ندخلوا البلديه، خلينا لهم البلديه، خلينا لهم السياسه، السياسيين والاحزاب السياسيه نقول لهم رجاء كل الرجاء، خليوا الرياضه للرياضيين وكفاكم باش تلعبوا بالرياضه التونسيه، راكم هبطتوا بها اللوطه الاسفل السافلين. بن يحيى يبدا اللقاء بتشكيله عرفت غياب الرباعي كوليبالي البدري الدربيري والربيع مع اصابه هيثم شويني، واول الفرص في الشوط الاول تكون من نصيب الشبيبة. رامي بوشنيبا يخرج ماندوكا وجها لوجه مع بن شريفية، ومهاجم الشبيبة يظن روحه في تسلل وما يكملش العملية. ربع ساعة لعب 1-2 بين الشعراني والخنيسي، هالأخير يلقى روحه بدوره في وضعية وجها لوجه، ما يتحكمش مليح في كورته، يسدد والقلعة يتصدى، عملية يصاب على إثرها مهاجم الترجي ويغادر الميدان، وبدل الماجري يعوضه. زوز فرص يتيمة في شوط أول ممل مرتفع فيه النساخ كان في العشر دقائق الأخرى. 39 دقيقة لعب، كرة عندي فيها جياسكا، تمريرة خاطئة من سليم باشا لآدم الرجيبي اللي ما يرفضش الهدية، يراوح حسام بنينة يسدد في شباك القلعي ويفتتح النتيجة للترجي. الترجي ما حافظش على تقدمه لأكثر من دقيقتين، رشدي قزقز يصفر ضربة جزاء للشبيبة بعدها الكرة الثنائية بين شمس الدين الدوادي وكريستوفر ماندوغا، ضربة جزاء يتولى مصعب سيسي تنفيذها بنجاح ويعادل النتيجة لفريقه 1-1. وبدال المجري كان قريب من امضاء الثاني قبل نهايه الشوط، يروث كره راجعه من دفاع جي اس كا يسدد بقوه كورته يرجعها القائم، العمليه تتواصل لكن هالمره يسدد البره. الشوط ينتهي بالتعادل وجماهير الترجي تحتفل بفريق الكره الطايره الحاصل على ثنائيه هالموسم في فتره الراحه. الشوط الثاني يبدا خالد بن يحيى بتغيير ثاني، يقحم مالك الشرفي في مكان فرانكوم، والترجي منذ الثواني الاولى يهدد مرمى القلعي، المجري يسدد وحارس الشبيبه يتألق. هجوم يرجع لجي اس كا، والمره هذه ماندوغا يستعرض مهاراته، يتلقى كره من هيثم العيوني يتجاوز سمان ويراوغ بن شريفيه ويحط كره في الشباك خاليه، واسبقيه 2-1 للشبيبه بعد 47 دقيقه لعب. هدف ثاني كان يدعمه خليل تراوري بالثالث، لكنه ما يستغلش التمريره الممتازه من مصعب سيسي. فرصه خذا بعدها الترجي بزمام المقابله وينطلق مسلسل اذاعه الفرص بالنسبه لابناء خالد بن يحيى. كره اولى من رجابي للبلايلي والجزائري يضرب كره على العارضه.
مرة أخرى البلالي يحاول يباخذ من خلال التسديد والقلعة هالمرة يتصدى. حوار البلالي والقلعة يتواصل وحارس الشبيبة يواصل إبداعه أمام محاولات مهاجم الترجي ويحرمه من هدف بعد عمل فردي ممتاز. قبل ما يتدخل حسين بنينة أمام آدم مرجابي في هالكورة ويحرمه من ثنائية. ضغط الترجي الكبير على دفاع الشبيبة يؤتي ثماره في دقيقة 67. البلالي كالعادة مصدر الخطر يتوغل يحاول يراوغ سليم باشا والأخير يعرقله وقزقز يزفر ضربة جزاء. يوسف البلالي يتولى تنفيذ بنفسه ويعادل النتيجة للترجي 2-2. الترجي ما يكتفيش بالتعادل ويواصل ضغطه الكبير والمرة هذه العارضة تتصدر رأسية الشعليني بعد توزيعة ممتازة من البلالي. نزول الترجي للهجوم كاد يكلفه هدف ثالث في نهاية اللقاء في ظل المساحات اللي خلاها في الدفاع. ماندوكا يراوغ ويمهد بنينة اللي سدد ودفاع يحط كرة في الركنية. آخر فرص المقابلة تجي من أقدم رجالي اللي يتلقى تمريرة في طبق من البلالي يسدد كرته تضرب في زميله الماجي وتخرج ضربة مرمى. 90 دقيقة توفى بالتعادل 2-2، تعادل مشرف لأبناء القيروان في ظل الظروف اللي خاضوا فيها المقابلة.